بكل الحب والمحبة والحنان والعطف أحييكم أعزائي المشاهدين، ونقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار. أرحب بالزميلة المذيعة أمل. للعام السادس على التوالي لم ينجح أحد من طلاب التوجيهية في امتحان شهادة الثانوية العامة بمدرسة عطارد الجنوبي. مرحبا، كيف يا قمر يا ست أمل، كيف أحوالكم؟ احنا على الهواء. على الهواء؟ وانا على الهواء، على الهواء، وانا اجاني الهواء وماشي الهواء. اشرب قهوة. وقد اضطر الاهالي الى نقل ابنائهم الى مدارس مجاورة هربا من هذه المدرسة التي لا ينجح منها احد. الليتوني بعون اهاليهم يا ربي وربي. اهالي مين؟ اهالي ما بتسمعش الاخبار اللي تقراها الست امل هالنوارة هالصوت الحلو هاي؟ اهالي الساقطين يا زلمة. تشرب قهوة؟ ما بشرب، شكرا. أمل، ست أمل تشرب قهوة؟ ما بتشرب. ليش ما بتشرب؟ عاملة رنجيم؟ لا بطلع لها شنب. الله يأخذ اللي بدأت يتجوزك، ما خف دمك. لا قهوتي خفيفة، ما بطلع لها شنب. أبودي، وقد أجرت كاميرا أهلا تقريرا مفصلا عن هذه الظاهرة الخطيرة، وأجرت هذا اللقاء مع إدارة المدرسة. ليش أطلعي تلمي؟ أبعادي بدل معك يا ابو علي، مش شايفنا على الهواء انت التاني؟ اطلع برا اعطيها تقطع الهواء كلنا. ايش مالك انت التاني؟ فضحنا على الهواء. ما بدي على الهواء، انا جاي اعطيكي قهوه. بيع الهواء، الهواء ليك تم له هواء ولا شيء، انا شايف كل على الهواء ولا شيء، هيك قاعد مربحه على الكرسي. اللي يقطع لي بجيب قهوه ثاني مره. كله طلع، كله طلع. والآن سيدتي سادتي، ننتقل بكم الى لقاء مسجل في الاستوديو مع اداره المدرسه. يعني الحقيقة يعني والواقع بنقدر نقول إنه النجاح ليس دليل النجاح، والسقوط ليس دليل فشل يا أختي. أساس إنه إحنا يعني هذا في مجتمعنا إحنا بحاجة للساقطين وليس بحاجة للناجحين. نعم، لأنه الناجحين هم وهمهم إنهم يشتغلوا بوظائف لتسليك المعاملات. يعني بتقدر تقولي إحنا في مدرستنا نعمل على بناء البنية التحتية للوطن بتخريج الفاشلين، حيث أنه هذا منيح للبلد، في خاصة في مجال الروتين والبيروقراطية، وخاصة تضييع المعاملات. تضييع المعاملات، تكاد هذه الظاهرة تنقرض من البلد هالأيام. طيب شو إجراءاتكم لمعالجة هذه الظاهرة في العام الدراسي القادم؟ ويعني ممكن ينجح له واحد اثنين عندكم على الأقل؟ ممكن ينجح واحد اثنين؟ ليش؟ أعوذ بالله، استغفر الله العظيم. ليه 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 ليه؟ بالعكس، أنا الآن أقوم بمقابلة مجموعة من الأساتذة الفاشلين. نعم. خصوصي بنتناقاهم فاشلين حتى أنه نركز على هذه الظاهرة. إحنا مش ظاهرة بنعتبرها إسقاط أنه الطلاب ولا واحد ينجح في التوجيه وشغلات هاي، إحنا بنعتبرها يعني بتقدر تقول بنعتبرها سياسة. نعم، لأنه الجامعات ملان ناجحين، إيش بدهم يشتغلوا بالله؟ ها؟ هلا عاد قولها، قولها هلا عاد قولها. أنا مش فاهمة والله يا أختي. الفاشل الحمد لله بكون فاشل، معترف حاله فاشل، متريح مع حاله، بيشتغل له حيالله شغله وبعيش، فاذا بصير ناجح. الناجح باخذ بوز انه ما بيقدر انه يشغل حيالله شغله، بس بده يا وكيل وزاره يا غيره يا غيره وغيراته وغيراته، وبقعدوا بيشتغلوا. يعني بتقدر تقول يعني الفاشلين ناجحين والناجحين فاشلين، وهذه هي سياستنا ورؤيانا للمستقبل. نعم، لاحظي، هذه رؤيا المستقبل. اهلا، رؤيا المستقبل. أهلا فيكي. ما هو الإبداع؟ ما هي أسبابه؟ ما هي الدوافع الكامنة وراء عظمة المبدعين؟ عن هذا الموضوع حاولت كاميرا أخبار أهلا أن تصبح خفية لتراقب بعض الكتاب وأسباب الإبداع عندهم، فكان هذا اللقاء. آه
لا يا ممدوح، لا 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 لا، مش هذه هي المقالات ولا هاي النصوص، شو اللي كاتبه هذا ممدوح؟ إبداع، بدنا إبداع يا ممدوح، ما فيش إبداع، بطل عندك إبداع يا أخي. إبداع؟ ها؟ بدنا إبداع، أنت يا ممدوح متغير، متغير، صار فيك شغلة، ما بعرف شو اللي فيك، تعبان شيء؟ والله يعني تعبان، وتعبان تعبان في أشياء كثيرة يعني. طيب، ارتاح يا أخي، روح سافر، غير جو. أسافر؟ ممكن أسافر. ضروري إنك تسافر وتغير جو، روح مثلاً على سويسرا أو على فيينا، فيينا حلوة، فيينا دائماً تلهم الفنانين والأدباء، يعني هي اللي ألهمت أغنية أسمهان ليالي الأنس في فيينا، تذكرها؟ شكرا، طولت شوي معي، أسف يا أخي. أنتوا الفنانين حساسين، حساسين بشكل، روح روح لمحل برا، غير هواء، غير مناظر، وقتها بيجيك إلهام جديد من هناك، بتكتب لي شوية مقالات تبعث ليهم أنا بنشر لك إياهم إن شاء الله يا سيدي. أنا بقول أنه أحسن إشي لك فيينا، ولأنه فيينا في فندق هناك ممتاز، أنا بروح عليه دائما باستمرار، صاحبه صديقي براعيك، يعني بتصور أنه ما بأخذ منك أكثر من 120 دينار مع فطور بالشهر؟ خفيف دم يا ملعوس، 120 دينار بالشهر بالنهار يا زلمة. ممكن والله. بعدين هناك بدك أبو 50-60 دينار توكل فيهم، تشتري شوية شغلات فيهم، تذكرت الطيارة 500-600-700 دينار. المشكلة طبعا هي رسوم المغادرة في عنا هنا 25 دينار، بتتدبر هاي، فكلها على بعضها، وشوية هدايا للأطفال ولمرتك، شوية شغلات بتجيبها، كل رحلتك بتكلفك من 3,000-4,000-5,000 دينار، هذه كل ما هنالك. عفوا يعني هو ممتاز هذا الحكي، بس يعني على مين هاي يعني؟ ليش أسألك سؤال؟ عليك طبعا، كل هالشغل بتشتغلوا انتوا الكتاب والفنانين ما شاء الله، طول النهار بندفع لكم، كل هالشغل بتشتغلوا بتسأل على مين؟ لا لا لا، عليك انت جزء من اللي عندك يا اخي، فرفش فيه، لا تضلك بس تحوش في البنك. ها؟ طبعا ممكن، لا ممكن. الله يشوف، مع السلامة، موفق ان شاء الله. تسلم يا سيدي. ها؟ بدي ابداع. نعم. ممدوح بدي إبداع، إبداع، ها، ولا توفر إشي. فتحية؟ أنا وصلت فتحية. أهلا وسهلا، إجيت يا أفلاطون زمانك، يعطيك العافية. الله عافيك، كنت بفكر وأنا ماشي في سوق الخضرة اليوم، ماشي بحس بالخضرة، بتطلع هيك شيء، هاي شوفي حسي فاضي، طلعي داوي في داوي وجوه زي الهوا هيك، وإشي طري وإشي مرهرط وإشي ساحل، فقلت أكيد تصالحنا مع أشقائنا العرب. شو دخل أشقائنا العرب بالخيار؟ ما هو إحنا لما نتصالح مع أشقائنا العرب نبعث لهم أحسن خضرة عنا. شفتي قبل سنتين كانت عنا أحلى بندورة وأحلى منيح، بس كويس، بس أنا سألت عن الكيلو قالوا لي ب30 قرش، كان معي بجيبتي 20، فقلت له أعطيني نص كيلو، فجبت لك ثلاث خيارات ربع كيلو. طب كان كملت معروفك وجبت بقية لوازم صحن السلطة يا ابن الحلال. يا فتحية يا فتحية يا فتحية، أنت ما بتفكر إلا بغذاء الجسم، فكر بغذاء الروح، غذاء العقل، غذاء الإبداع. إبداع؟ شلها يا إبداع، ايش رايك ناكل ابداع؟ نبطل ناكل طبيخ، ناكل ابداع. اي والله معدتي صارت تزقزق، صارت تلمع علي من الجوع، شو احط فيها يا اخي ابداع؟ معلش. الله يرضى عليك. ايش؟ شوف لك شغله هيك يعني نعيش منها يعني. مثل ايش؟ ما انا بطلعش بايدي يا فتحيه، بطلعش بايدي.
بقدرش انا الا على شو اسمه الكتاب. يا ابن الحلال الله يرضى عليك، افتح لك دكاني. ملحمه خدرجي، مال الخدرجي مصير ناكل خيار منيح. طيب على كل حال كلها اسبوعين اسبوعين، وبوعدك بعد ما اعيد صياغه النص اللي طلبه مني رئيس التحرير. أيوة. نقبض بنتبحبح. بدك تقبض ان شاء الله. ان شاء الله بلكي شرينا عماره من قبضتك. شو بدها تعمل لنا قبضتك؟ هي بتطعمينا قبضتك. معلش يلا انت اكتب اكتب، ابدع ابدع واحنا بنجوع على لايقيننا. يلا سوي لي فنجان قهوه، شايفه بدي ابدا اكتب وبعدين امخمخ عليه. وخذ الخيارات هدول وضبطيهم. شو حاطط لك هون شاحد عنب كنك منه قطيعه؟ شو هذا؟ كنه دقم في. شو القرف هذا اللي جايب لي اياه؟ بعدين فيش عنا قهوه، فيش بن. فيش بن؟ اسمع عامله شربات عدس، اجيب لك زبديه هيك. يعني اول ما ابدا اكتب تخطر على بالي شفه قهوه اشف عدس؟ وماله العدس؟ شو رايك اجيب لك نص كافيه؟ تهزئين من طفري؟ ايه علي وعلى بختي، خلصني عاد، اجت فاتوره الكهرباء. ودفعتيها طبعا؟ اشحد عشان ادفعها؟ من وين ادفعها؟ انت بتعطيني مصاري؟ طيب. بعدين فيها زياده الفاتوره من كتر ما بتخربش لي بالليل وبتضوي لي الكهرباء وبتقعد. انا اخربش؟ هذا هو. طيب طيب روحي روحي انت بس، خليني اعرف اكتب. علي اعطيها بطعيوني يا معي. ثلاث خيارات يا معي ليك، ثلاث خيارات. كان المساء رائعا والستائر المخملية تطل على نظرات سيمفونية تنطلق من عينيها. اسمع عيناك غابة نخيل ساعة السحر. ابنك تقاتل مع ابن الجيران هذا، وزلمة فضايحي هذا، فضحنا في الحارة. أو شرفتان راح ينأعنهم المحافظ بن رحلونا من الحارة يا مشحر. رد علي ابنك، فشخ الولد ابنك. فشخة تانية نظرة تانية. بطل يرد عيناك المصورة بتشرشر تبعت المية الحنفية. وشرشرت من عينيها. قوم يا أخي صلح شرشرة بريق. بكرة بتيجي فاتورة المية بتعيا 100 دينار مية ما ندفع. يحمل في طياته بذور فنائه. اسم الله عليك. مقديشو يحصل أكثر من 400,000 شخص يومياً على غذاء من مطابخ الصليب الأحمر التي يجري إغلاقها تدريجياً الآن نظراً لتحسن الأوضاع في الصومال. وعملية الإغاثة التي يقوم بها الصليب الأحمر في الصومال هي أكبر عملية قامت بها المنظمة، حيث توزع الغذاء وتمد المزارعين بالحبوب والأدوات وتوفر الرعاية البيطرية. نعم الرعاية البيطرية. وقد أجرت كاميرا أهلا هذا اللقاء بين أمريكي وقطته وصومالي وقطته. من أرض الصومال، أرض العطاء والخير والمحبة، ننقل إليكم هذا اللقاء مع السادة لنتعرف على قطتهم. نتعرف على حضرتك. Hello, I'm James Bradley from the U.S. Army in the Sumahayalia, and this is my cat. Honey, quiet, honey. Snow White. نتعرف على حضرتك وقطتك. سيادة براديرو. وهذه اسمها برديرة. وانتهت الآن الجولة الأولى من الملاكمة والخرمشة بين برديرة وسنو وايت. والغريب العجيب أن برديرة تغلبت على سنو وايت، ولمعرفة أسباب ذلك التقينا السيد جيم وسألناه عن السبب. اتفضل. Well, I'm surprised. I'm really shocked. I'm in absolute shock. honey, quiet, honey. She's a good friend now, Pussy. All right. أنا هذه البسي تبعي أنا بطعميها لحمة فيليه، بطعميها كل شيء، فيتامين الجيش الأمريكي كله في صوماليا. أنا بطعميها أكل قد ما بطعمي كل أهل مقديشو. البسي تبعي وقوية ومنهوسة وصحته كويس. ليش غلبوا البس الصومالي هذا أبو الجمل اللي هناك؟ أنا I'm absolutely shocked and I'm surprised. وسنسأل الآن السيد عن سبب نجاح برديرة في الملاكمة. اتفضل. الله يرحم أيام ما كان برديرة نمر. برديرة نمر؟ هذا كان نمر بس من الفقر والجوع كشت. مين؟ Oh my God!
اهلا كاين هذا نمر. نبيل؟ ها؟ انت ليش كبران هيك يا زلمة؟ كنت اشتغل موظف الحكومة، استقلت ورحت اشتغلت بالزراعة، سويت مزرعة لي. انت ليش سهران هالقد يا زلمة؟ والله انا كنت اشتغل في الزراعة وبعدين اشتغلت موظف الحكومة. نشاطات مكثفة تعم البلاد، ففي لواء الأغوار كان لكاميرا أهلا هذا التقرير من مراسلنا هناك. يا ضيع الغور يا خويا هنيا لك، سلم عزقلاب والمية قدامك، ويقول لي أتل مربيت وعترابي تلكم نساتوني يا لي ويا أصحابي. يا ضيع الغور يا خويا هنيا لك. في أيام البرد، في أيام الشتاء، والرصيف معتم والشارع بريء، ذكر المهندس سالم سالم رئيس مجلس الخدمات المشتركة في لواء الغور، وذكر أنه قد تم طرح عطاء لشراء سيارة دبل كابن. دبل كابن يعني غرفتين وحوش، بمبلغ قيمته 9500 دينار إذا كان جديد، أو مبلغ 2500 دينار إذا كان سكند هاند. وذكر المهندس أيضا أنهم مستعدون لشراء سيارة رش الذباب الأزرق، وعطاء شراء مبيدات بقيمة 500,000 دينار ليتمكن أهل الغور من رؤية طعامهم أثناء الأكل من وسط الذباب. وأضاف المسؤول السيد سالم سالم قائلا: تصور قاعد خلاص خلاص نحن والله بصدد انه نجيب كمان سياره، عساس انه نجيب فيها السياره هذه مشان نجر الموتى، يعني ننقل الموتى بدون مؤاخذه. نقل الموتى بمصاري استاذ؟ لا 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 لا، هذول مجانا، خدمه للموتى والله. بارك الله فيك. واضاف ايضا اننا نحن بصدد تجهيز سياره لنقل الموتى. وذكر السيد سالم سالم بأنه تم مخاطبة سلطة الكهرباء في منطقة الأغوار للقيام بأعمال الصيانة الفنية اللازمة لإنارة الشوارع، وخاصة تركيب لمبة مضى على خرابها سنتان فقط. بخصوص تركيب اللمبة أضاف السيد سالم سالم لنا قائلا: اسمي المؤاخذة سالم سالم سليم السويلمات، وأنا رئيس فرع بدل تالف. تشرفنا يا سيدي. نعم نعم. بخصوص كونك رئيس فرع بدل تالف، هل جهزتم خطط لهذا؟ شو ناويين تسوي؟ والله شوف، احنا ناويين يعني في نزل عطاء، نزلنا 5-6 مرات للامبة. نعم. ايوه، على اساس انه بدنا نضوي بيها الغور. نعم. هذه اللامبة، وبعدين ان شاء الله انه ننزل عطاء لكمان 3-4 لمبات نضوي فيهن الغور، ونضوي كل الشوارع الرئيسيه والله. عفوا، الشوارع الرئيسه وليست الرئيسيه. الرئيسه؟ شارع رئيسه؟ انا بعرف رئيسه مدرسه بس بعرف شارع رئيسه. على كل حال مثل ما بدك يا اخي، انتم بتفهموا في التلفزيون، بتعرفوا الشغلات هذه. الشوارع الرئيسه، ومش بس هيك والله، بدنا ننزل عطاء ل 3-4 لمبات مشان نضوي كل الشوارع الفرع. عفوا، الفرعيه وليست الفرع. يعني قلنا رئيسية قلت رئيس، قلنا فرعية قلنا فرعة قلت فرعية. بدك تشتغل فينا يعني؟ ما بكفينا هالشوب في الغور يا أخي، جاي أنت كمان تشتغل فينا؟ الواحد من عمي بصره من الذبان ومن الشوب وغيره، ويا بدنا نضوي الحارة عاد. أكل حال فضل. أنا بدي أهيب بالمواطنين في الغور. نعم. مشان الله دشروا هاللمبات يا جماعة. يا أخي ما كنتوا عاد ياكل اللمبات، ما بنلحق نحط اللمبة تضوي ونقطعونكم كاسرينها. تعرف شو بيسووا؟ شو بيسووا؟ بيجيبوا هذه نقيفة هالغور، ها؟ هم عندهم عصافير كثير، وطول نهار بنقفوا في العصافير وغيره وغراته، الطايح رايح عندهم، اي شيء فوق بدهم ينزلوه، واللمبات هيك مسوينهم فينا. بيجيب هلا هذه، ها؟ بجيب له حجر حجرين، بحط هالفين نقيفه هيك، وبنا بنلحق نحط هاللمبه، بيجي بعين على هاللمبه هيك الاخ، ها؟ وها وها، بروح طاقش لك اياها، ها؟ اذا ما زبطت معه فكرك بخلص؟ لا 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 لا، لا. بحط واحده ثانيه و ها هي كسرت، طاقش لك ايه؟ طفت. بدنا ننزل كمان عطاء. انورت منطقية. منين جبتها؟
يا حلو حلو. جتني جتني هاي. أحزر منين جتني؟ منين؟ يا أحزر أهدتك إياها بنتك؟ لا 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 لا، أنت بتهديني هيك طاقية. طلعت لك باليا نصيب؟ لا 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 لا، طلعت لي بسيجارة. إيه؟ طلعت لي بسيجارة. دخلت سيجارة هيك بدي أنفخ فيها هيك أولع تطفي، أولع إجبد تطفي، ولا ضوعت كبريتي، بعدين طلعت هيك في طرف السيجارة ولا طالع إشي. أيوة. اسحب اسحب طلعت لي هاي. أنا مرة طلع لي قميص. لا. شو رأيك تدخل لك سيجارة بل تطلع لك رفتة للقميص هالمرة؟ تعرف هاي هاي بدي أسحب السيجارة. أنت شو نوع سيجارة؟ هايها ولا عمل يطلع لك رفتة. شو نوع سيجارة؟ هاي أبو لطفي. أبو لطفي ليش؟ لأنها بتضوي وبتطفي. أبو لطفي بتضوي وبتطفي. أهلاً بضوي وبطفي.